المشهد يوحي وكأن سباقا ضد الزمن قد بدأ. هنا في مفترق بندح الزهروني شمال غربي العاصمة، الحركة على قدم وسق. عمال يصلون الليل بالنهار لتهيئة قناة المياه هذا حيز الخدمة، لكي توفر الماء لمن شاءت ظروفا يكون عطشا ولمدة وجيزة. المشرفون على المشروع يؤكدون أن الأشغال شرفت على الانتهاء، وأن إعادة ضخ المياه بالقناة سيكون في الوقت المحدد. كل واقف، الناس كل مجندة ليلا نهارا، القاعدة تسير على نسق بنسق حثيث وحثيث جدا. بإذن الله باش نحترموا الجدول الزمني، قاعدين ننفذوا في الأشغال هذه حسب التصاميم المدروسة. وكملنا اليوم في اليوم الثالث، يوم الأربعاء، كملنا المرحلة الأساسية، الأشغال الأساسية إن شاء الله وفات، ودخلنا في الأشغال الثانوية اللي إن شاء الله شرفت على الانتهاء، وبعدها ندخل في مرحلة إرجاع الماء وملء القناة. استكمال مشروع تهيئة قناة المياه في الموعد حظي بحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي تحول إلى موقع حظيرة الأشغال لمعاينة نسبة التقدم في الإنجاز والاطلاع على مدى الالتزام بتاريخ نهاية الأشغال، سيما وأن المشروع يتصل بمصلحة عامة. وتو خمس ايام مازالوا نهارين، هي بريفو نهار السبت باش نحاولوا نكونوا قبل، خاطر الريتم مشى بالكدا على الخدمه الحمد لله. بارك الله عليهم. اي مشى بالكدا الريتم، وان شاء الله وان شاء الله بقدره الله مع ربي نكونوا صيغه. لازم نعملوا لي تيست 20 ساعه ربحناهم تقريبا على الاجل، على الاجل المعين. اي ان شاء الله باش ان شاء الله كيك مره نسابقوا نحن في التاريخ ونسابقوا الزمن. تم اتخاذ القرار لان المصلحه العليا تقتضي معنا القيام بالاشغال هذه، والحمد لله المواطنين متفاهمين. ويشار الى ان مشروع تحويل قناه مياه الجلب الرئيسيه على مستوى مفترق بندحه بالزهروني في اطار مشروع السكه الحديديه السريعه ارافير، تسببت انطلاقه واشغاله في انقطاع للمياه الصالحه للشرب باربع ولايات، وهي ولايه بنعروس وكافه معتمداتها وبعض المناطق من ولايه تونس وولايه نابل وولايه زغوان.